من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره، فقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.